ودول تمييز بقى بين رجل ومرأة أو فئة أخرى، يعني ما يكونش في فئة عالية دول هياخدوا حقوقهم، في فئة أقل دول مش هياخدوا حقوقهم. تالت مبدأ الأبعاد الاجتماعية، برضو منظمة اليونسكو شافت إن عشان التسامح ينتشر الأبعاد الاجتماعية اللي هي وسائل الإعلام ووسائل الاتصال لازم يبقى ليهم دور في نشر التسامح، عن طريق حاجات كتيرة، توعية، عن طريق البرامج، الإعلانات، أفلام وثائقية، حاجات كتيرة في ايديهم ان هم ينشروا بيها التسامح. ورابع مبدأ التعليم، طبعا بقى المنظومة التعليمية في بلدنا المفروض تكون هي اكتر حاجة بتلعب دور في نشر التسامح، عشان هي دي اللي بتطلع الناشئين من هم صغيرين، يعني الاطفال اللي هم بيكبروا بيبقوا شباب، لازم المنظومة التعليمية تعلمهم حاجات كتيرة، تعلمهم ازاي يفكروا تفكير سليم، تعلمهم ازاي يبقى عندهم اخلاق، تعلمهم الفرق بينهم وبين الفئات المستضعفة في الدولة اللي هم مثلا عندهم حرمان اجتماعي او ثقافي او اعاقة اي حاجة، بس لازم يعرفوا ان دي فئات مستضعفة اقل منهم في البلد، وكل ده يبقى دور المنظومة التعليمية تعليم في البلد. خامس مبدأ هتكلم عليه اللي هو الالتزام بالعمل، اللي هو احنا بقى المفروض ان احنا كل واحد فينا يبقى عارف ايه واجباته في البلد، يعني احنا زي ما بنطالب بحقوقنا المفروض ان البلد تنفذ لنا كل الحقوق ديت، لازم احنا كمان نقوم بالواجبات اللي عليه، زي ما سمر قالت من شويه ابدا بنفسك، يعني كل الناس عايزين القوانين تتبعها، طب يبقى انت ابداي بنفسك، احترمي القوانين والتزمي بيها عشان غيرك بعد كده يعمل زيك مثلا، وساعتها هيبقى في تسامح في البلد لما كل واحد يبدا بنفسه كل واحد يلتزم باللي عليه. سادس مبدا بقى عملته منظمة اليونسكو من مبادئ التسامح اعلان العالمي اللي هو يوم التسامح بقى، عملت يوم للتسامح اللي هو 16/11 دوت تحتفل بيه الدول اللي تبع منظمة اليونسكو فيه كل سنة، اللي هي بمعنى اصح بتفكر الناس يوم التسامح ده ان هم يقوموا باللي عليهم فيه، عن طريق برضو برامج كل اصول الثقافة، المدارس، يفكروا الناس بمعنى كلمة تسامح. وده كان اصلا مبادئ التسامح اللي انا اتكلمت معاكم فيها، فاحنا عشان نطبق ثقافه الامن والسلم لازم نبدا بنفسنا ان احنا يكون عندنا تسامح، فعشان كده كلمتكم عن يوم التسامح اللي عملته منظمه التسامح.